امتياز تعمل بإنصاف وإنصات وأيضا في خدمة مواطن. لأول مرة سيتم عرض هذا الزخم من العمل خلال سنة الذي سيقدمه السيد الوسيط والذي في الأصل تم تقديمه لجهة الملك محمد السادس نصر الله ووافق عليه وتم نسخه وتم إصداره. ولأول مرة نحظى مدينة أكادير بجامعة الأزهر نحظى بعرض شمولي لهذا 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 العمل. بسعادة كبيرة جدا السيد الرئيس، أتواجد معكم اليوم في هذا الفضاء العلمي، في هذا الصرح العلمي الذي نعتبره جميعا، نعتبره دعامة أساسية لبناء مجتمع المعرفة، دعامة أساسية لإنتاج النخب المؤهلة لتدبير الشأن العمومي، دعامة أساسية لبناء النخب المؤهلة لتدبير المجتمع وإعطاء الروح لفكرة الارتفاق العمومي. فضاء مساهم دائما بإنتاجاته العلمية، مساهم بأفكاره في التأثير في كيفية ومدى تنفيذ السياسات العمومية. هذا اللقاء يأتي في إطار المخطط الاستراتيجي التي أخذته مؤسسة وسط المملكة والمتعلق أساساً في بعض محاوره بالانفتاح على الوسط الجامعي، لأننا نعتبر أن مجالات البحث العلمي بصفة عامة تشكل دعامة أساسية لمتطلبات الحكامة الجيدة. إحنا اليوم في رحاب هذه الجامعة قمنا أولاً بعرض أهم مقتضيات أو مخرجات تقرير مؤسسة وسيط المملكة لسنة 2020، وركزنا أساساً على مجالات البحث التي يتيحها من أجل أن تكون أرضية لإنتاجات فكرية متطورة، لإنتاجات فكرية عميقة تؤسس لمنظور جديد لاشتغالات المؤسسة في مجال دفاعها عن الحكامة الارتفاقية. كيفما تعرف أيضا قمنا اليوم بتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع رئاسة الجامعة، وهي اتفاقية اللي كنعتبروها أرضية من أجل العمل المشترك، من أجل تدبير مجموعة من التقاطعات التي يجب الالتفات إليها، يجب الاهتمام بها، لأن الطالب الباحث، لأن مجالات البحث تعتبر كما قلت من الضوابط الأساسية لعمل مستقبلي جيد. نحن نؤكد على أمر واحد، وهو أن فكرة الحكامة الارتفاقية ليست مرتبطة فقط بما يتم إصداره من نصوص قانونية أو تنظيمية، ولكن هي ممارسات بشرية يومية سيشكل لا محال الطالب مستقبلها من خلال ما سيؤول إليه في الغد القريب إن شاء الله لمناصب أو من مناصب المسؤولية.